Hi everyone. Today we will talk about the present perfect, اللي هو المضارع التام. المضارع التام. راح نبلش أول إشي بالفورم لكل نوع، اللي هما عندنا الأفيرماتيف اللي هو المثبت، النيجاتيف اللي هو النفي، والكويشن اللي هو الكويشن فورم اللي هو السؤال. فبحكي لنا عن the present perfect tense is formed using the following structure. يعني كيف احنا بدنا نكتب جملة فيها present perfect، كيف الفورم تبعها حيكون. بحكي لنا بالaffirmative لما تكون عندنا الجملة مثبتة، حتبلش الجملة ب subject. تمام؟ subject. subject ممكن يكون he، ممكن يكون she، ممكن يكون they، ممكن يكون you، ممكن يكون اسم مكان. تمام؟ ماشي، هون نقصد في السبجكت. بعدين نحط يا هاف يا هاز. اذا كان عندنا السبجكت بلورال نحط هاف، واذا كان عندنا السبجكت سينجولار نحط هاز. تمام؟ وبعدين نحط الباست بارتيسيبل اللي هو الفيرب. الفيرب حيكون عندنا الفورم تبعه باست بارتيسيبل، يعني فيرب 3. يعني مش عندنا على الجدول في عندنا الاولى بريزنت بعدين باست، بعدها في جدول الثالث. هذا الجدول الثالث اللي هو فيه الافعال اللي بيكون الفورم تبعها باست بارتيسيبل. تمام؟ احنا بدنا نحفظهم. اذا هي عندنا الافيرماتيف. النيجاتيف حاله النفي نفس الشيء، لتبلش ب سبجكت. بعدين النفي وين حيصير؟ حيصير بالهيلبينج فيربس اللي هو يا رح ننفي يا هافنت، يا رح ننفي هازنت. تمام؟ ما رح ننفي الفعل، رح ننفي الهيلبينج فيربس اللي هم يا have يا has. have بتصير haven't و has بتصير hasn't. بعدين حنحط الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. هذا للنيجاتيف. الكويشن فورم رح تبدا الجمله او يبدا السؤال ب have or has. تمام؟ have or has. اذا كان عندنا السبجكت بلورال رح ابلش ب have، اذا كان عندنا السبجكت سينجولار رح ابلش ب has. وبعدين ححط الفيرب. بعدين اكيد بعد كل الفيرب اذا في عنا تكمل عادي بنكمل، احنا بس اللي بيهمنا كيف حتبلش الجمله. تمام؟ وهنا بعد الفيرب اذا كان في عنا تكمله بنكمل، بعدين بنحط الكويشن مارك. تمام؟ هلا رح نحكي عن الفانكشن. كيف يعني الفانكشن؟ يعني متى بستخدم البريزنت بيرفكت. تمام؟ مش مثلا والله الماضي بستخدم لما انا بحكي عن اشي صار زمان وخلص. البريزنت بحكي عن حقائق اشي بعمله كل يوم. تمام؟ لا، هون بالبريزنت بيرفكت في له عده استعمالات، عده استخدامات. تمام؟ الاولى بحكينا an action that acquired in the past، يعني حدث صار بالماضي. تمام؟ صار بالماضي but has a result in the present، ولكن نتيجته موجوده وين؟ في الحاضر. اذا استخدام الاول للبريزنت بيرفكت هو اي حدث صار بالماضي ولكن له نتيجه في الحاضر. ناو، الان. مثلا خلينا نشوف هاي الجمله. وي كانت فايند اور لاجج، بحكي له احنا ما قدرنا انه نلاقي شنتنا، الشنت تاعونا. هاف يو سين ات، طلعوا هون شو استخدم. استخدم الكويشن فورم، بلش بهاف لانه اليو عندنا بلورال، هي السبجكت اليو. بعدين حط الباست بارتيسيبل، حط الكومبلمنت اللي هي ات، بعدين حط الكويشن مارك. ليش هنا استخدم بريزنت بيرفكت؟ لانه زي ما حكينا هو حدث صار بالماضي، هو دور على شنتي، ضيع شنتي في الماضي، وهلا راح يسال حدا عنهم، فهو البريزنت هو الناو. ناو، الان. شو هسأله؟ have you seen it؟ ايش استخدام؟ present perfect. تمام، نشوف الاستخدام التالي. events that recently acquired، يعني الاحداث اللي 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 صارت حاليا. تمام؟ اللي صارت حاليا. فبحكي لك do you want to go to a restaurant with me؟ هل تريدين ان تذهبي الى المطعم معي؟ تمام؟ هون Do you want to go to a restaurant with me?
إذا عندنا الاستخدام الثالث events that recently acquired، يعني الأحداث اللي صارت حاليا. مثلا حدا بيجي بيسألك do you want to go to a restaurant with me، هل بدك، هل يعني تريدين أن تأتي معي إلى المطعم، شو بتحكي له؟ مثلا بتكوني أنت كمان في المطعم، بتحكي له no I have just eaten، بتحكي له لا، لأنه أنا هلأ لسه أكلت، تمام؟ عشان أبين له أنه أنا هلأ أكلت، أنه الحدث صار هلأ recently حاليا يعني، تمام؟ شو استخدمت؟ the present perfect. إذن هون سأله هل تريد أن تذهب معي إلى المطعم، حكى له no I have just eaten. هون معنى just بتبين على أنه الحدث صار يعني قبل خمس ثواني، خلينا نحكي خمس دقائق، تمام؟ ببلش على يعني just بتبين على أنه الحدث هاد انتهى قبل ما هو يسأله بخمس دقائق، هيك ببين عشان نفهمكم بالضبط، تمام؟ إذا برضو عندنا just هي من الكيوورد للبريزنت بيرفكت، بس بعدين رح نحكي عنها، تمام؟ الاستخدام الثالث events that acquired before you expected، يعني الأحداث اللي بتصير قبل ما أنت تتوقعها. كيف يعني already؟ بمعنى already، هلا بنشوف. مثلا I have already graduated from university، I expected to graduate at a later date. هنا بحكي انه انا خلصت وتخرجت من الجامعة. ليش؟ هو كان متوقع انه يتخرج مثلا على السنة اللي بعديها او على الشهر اللي بعديه، تمام؟ ولكن بحكي I have already graduated، يعني انا تخرجت وخلص خلصت، تمام؟ هنا already بتبين على انه الاحداث صارت قبل ما احنا نتوقعها، تمام؟ قبل ما احنا نتوقعها، اللي هون بمعنى already. طيب events that begin in the past and haven't changed، يعني اشياء صارت بالماضي وظلت زي ما هي. مثلا كنت بتشتغل بشركة في من زمان بتشتغل فيها ولحد الان بتشتغل فيها، تمام؟ مثلا Mike has worked at wood yard world for 3 years، يعني مايك اشتغل بشركة وود وورد for 3 years. هل هذا الاشي بدل على انه هو خلص من شغله في هاي الشركة؟ لا، هو لساته بيشتغل فيها، هو لساته بيشتغل فيها. هون رح نحكي عن for و since. for و since هما ايضا من الكيوورد تاعون present perfect، ولكن لهم استخدامات، تمام؟ عندنا هون for لما يجي معها periods of time، كيف يعني 3 days 3 weeks years 4 years، تمام؟ 3 days 4 months، يعني بتحسي هو بس بعطينا مجموع المدة، مش محدد متى بدأ متى خلص، بس عطانا المجموع انه والله 3 أسابيع 4 أسابيع يومين يوم بس، تمام؟ أما عندنا الفرق بين for و since، إنه since بتبيلنا starting point of the action، يعني متى الحدث بالضبط بلش. since last time مثلا، since Monday night، since last day، since في عنا يعني أي إشي بدل على إنه الحدث يعني مبين متى بدأ متى بدأ بيكون سنس. إذا عطانا إشي مبين بس مجموع الأيام أو السنين اللي وقع فيها هذا الحدث فهي فور. يعني لو شفنا هون Mike has worked at Wood World for 3 years، تمام؟ بس عطانا المجموع لثلاث سنين. نشوف هون Julie has worked at Woodward since September last year، طلع هون عطانا بالضبط متى جولي بلشت تشتغل بهاي الشركة، من شهر 9 من السنة الماضية September last year. هون ما عطانا بالضبط متى، بس حكينا 3 years، إذا عشان هيك حكينا periods of time، يعني فترة الوقت، بس عطانا الفترات 3 years. أما هون حكينا starting point of the action، بدء
نقطة البدء من الحدث، نقطة البدء من الحدث اللي هي من سبتمبر last year، من شهر 9 الأسبوع السنة الماضية. تمام، إذن هذا الفرق بين for و since. The last function اللي هو events that have not acquired up to now، يعني الأحداث اللي لسه ما صارت. تمام، الأحداث اللي لسه ما صارت، مش أعطيها future well، لا أنا أحكي عن حدث أنا متوقع أنه يصير بس هو لسه ما صار. تمام، أنت متوقعة أنه يصير بس لسه ما صار، فبحكي أنه هون are Carlos and Rodrigo here، بسأله هل كارلوس ورودريجو موجودين هون، بحكي له no they haven't arrived yet. طلعي هون they haven't arrived yet، يعني هم لسه ما وصلوا، أكيد هم رح يوصلوا بس هو الحدث لسه ما صار، فهو حكى لهم لسه ما وصلوا، ما استخدم ال well future تمام أو ال present، لا هو حكى لهم no they haven't arrived yet. هون أحب أحكي عن yet، هون yet استخدامها دائما بيجي مع النفي. تمام، أنت لأنك بدك تنفي حدث هو لسه ما صار، تمام، فبدك تحط yet. تمام، فهي دائما بيجي استخدامها مع إشي نفي، مع إشي نفي. تمام، إذا يت دائما بتيجي مع إشي نفي، وعادة ما بتيجي بآخر الجملة، دائما بتيجي بآخر الجملة. just هنا دائما بتيجي بعد الهيلبينج فيرب. تمام، just بعد الهيلبينج فيرب، already نفس الإشي بعد الهيلبينج فيرب. تمام، for و since قبل البيريود أو قبل الفترة اللي بدنا نحكي عنها بنحطها. تمام، هاي هون الكيورد عندنا already و just، زي ما حكينا already و just بيجوا بعد ال helping verb. تمام، يعني بعد have أو has بيجوا، يا بتحط يا already يا just حسب ال function اللي عندك. yet دائما بتيجي مع ال negative أو ال questions، مثلا هون have you eaten yet، يعني هل أنت أكلت لحد الآن، هل أنت ماكل لحد الآن، زي هيك بهذا المعنى. تمام، have you eaten yet، يعني هل أنت أكلت لحد الآن، بسألك سؤال. تمام، yet بمعنى إنه لسه. تمام، لسه، إنه لسه هذا الإشي ما صار. تمام، إذا yet بتيجي مع النيجاتيف والكويشن. for زي ما حكينا periods of time، يعني الفترة نفسها 3 days 3 years 3 weeks كمجموع الفترات. وسنس بتبين لنا بدء، نقطة بدء الحدث، مثلا since last time، since Monday night، since July last year، يعني هيك اشي محدد. هاي اذا عنا الورقة العمل، في هون هاد بس حطوا جنبه انه no I have just eaten عشان توضح لكم متى هي بيكون استخدام just. هلأ مروا على اللي هي الورقة الثانية بتاعت الحل. هون she already فراغ watch this film. تمام، انا عندي هون already، فبدي اعرف انه already من الكيوردز تاعون present perfect، ده اكون حافظة. تمام، فلما اشوف already على طول بحكي watch، اذا بدي احولها the past participle، والhelping verb يا بحط يا has يا have، لانه عندي شيء حطيت has already watch، ايش الباست بارتيسيبل منها، بس بحط لها ايدي لانها هي regular. تمام، اذا watch بتصير watch، فشو بتصير الجمله she has already watched this movie، يعني هي already، يعني هي شافت هذا الفيلم من زمان وخلصت. تمام، بهذا المعنى. it فراغ always فراغ snow here in December، بشوف always. always هون عنا برضو من الكيوردز تعون present perfect. تمام، بس يعني هي مش موجودة بكتابكم. تمام، بس اللي موجودين اللي حكيت عنهم هون اللي هم already و just و yet و for و since. تمام، بس هون it has حطينا has لأنه عنا it singular، it has always snowed لأنه snow الباس participle منها برضو، بس بحط ايدي لأنها regular منتظمة here in December. طيب Dan has been sick for 3 days، وين الكيوردز هي for 3 days، فبعرف انه هون بدي استخدم present perfect. be
شو بتصير بتصريفها الثالث بين بدك تكونوا بتكونوا حافظين تمام انه بتصريفها الثالث بين تمام. وليش حطيت هاز؟ لانه عندنا دان واحد دان واحد اذا دان هاز بين سيك فور 3 دايز. طلعوا هنا فور شو حط بعديها؟ حطلنا اشي محدد من انو يوم بلش دان فيه تعبان؟ لا حطلنا بس المجموع انه لثلاث ايام. طيب لي اند سوزان have tried four times already and will not give up. طيب هنا لي اند سوزان have اكيد بدي احط have لانهم بلورال. try شو صارت؟ tried تمام. هلا ليش حذفنا الواي وحطينا بدلها اي زي ما اخذنا؟ لانه بالافعال الريجولر لما بدي اجي اضيف لها اي دي وبتكون تنتهي بواي فرح احذف الواي واحط بداله اي وبعدين احط الاي دي تمام. اذا لي اند سوزان have tried four times already. هون already هي الكي وورد and will not give up يعني هم جربوا بمعنى جربوا انهم اربع مرات ولكن ما راح يستسلموا. طيب نمبر 5 the old car has been a piece of junk since I bought it. هي since هاي الكيوردز since I bought it. هم بيّن الفترة بيّن الفترة من متى كانت سيارته عبارة عن خردة من لما اشتراها وهي سيارته كجنك كخردة. فهنا بيّن لنا نقطة الحدث هي since. إذا لما أجي أكتب لك فراغ I bought it since ولا for بدك تحطي لي since ليش؟ يعني هي بيّن لك نقطة البدء للحدث من لما اشتراها وهي سيارته كانت كخردة. حطيت هاز لأنها كار واحدة وبي تصرفها الثالث بي. 6 we have not taken this test before برضو من الكيوار تعون لبريزنت بيرفكت يعني احنا ما اخذنا هذا الامتحان. take تصرفها الثالث taken كم تحفظوه وحطينا have لأنه في عنا we. طيب 7 my uncle has been to China تمام. بدي احكي انه عمي سافر على هاي البلد سافر وخلص تمام ولكن اثرها موجود الريزلت تاعتها موجوده انه هو والله شافها هاي المدينه هاي البلد. اذا my uncle has لانه مفرد been لانه في عنا بي تصريف الثالث to China. our father has never driven to California before يعني أبي عمره ما ساق أو يعني drive قادة to California before يعني عمره ما ساق لكاليفورنيا. هون عنا before كيوورد بس زي ما حكيت before و always هدول مو معنى بس هيك عشان نوضح معنى الجملة. 9 I have spoken to the president before يعني أنا حكيت مع الرئيس من قبل تمام. هون عنا I تاخد have استخدام ال I هون plural مش singular فاخدت have و spoken اللي هي تصريف التالت speak اللي هي spoken بس. و this is your homework. Try to answer it. It's easy. Try to form these sentences using present perfect. مثلاً go. بتعرفي شو بتصير بالpresent بشو التصريف الثالث لإلها. Keep, eat, rain, hear. بعدين بدك تحطي ال helping verb. I شو بتاخد. You شو بتاخد. You وهون برضه نفس الشيء. It شو بتاخد. We شو بتاخد. Try to use the three different forms اللي هم من البوزيتيف الأفيرماتيف النيجاتيف النفي والكويشن فورم يعني حاولي تشكلوا بالفورمز حتى تعرفوا كيف منكون جمل. بس أنا رح أحله وأبعث لكم إياه إن شاء الله بعد ما نحل الواجب. فيكم تستخدموا هون من الفورم تبعوا نفس الفورمز اللي حكينا عنهم ونركز على الكيوردز تمام. ونتذكر أماكن الكيوردز أماكنهم يعني وين بتكون مكانها بالجملة. حكينا already و just هنا
بيكونوا بعد الهيلبينج فيرب، يعني بعد الهاف أو الهاز. يت بتكون بآخر الجملة إذا كانت النفي، إذا كانت الجملة منفية، أو إذا كانت الجملة على شكل سؤال. فور بتيجي مع المدة اللي بتكون مجموعة، مش محدد متى بدأت، بس مجموع الوقت، تمام؟ أما سنس بتيجي مع مع الوقت اللي مبين لنا نقطة البدء فيه، مبين نقطة البدء فيه، تمام؟ and good luck.